السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيت نشارك معكم روتين بسيط وأكلة سريعة التحضير. بعد ما رحنا وقضينا وجبت شرينا صدرة الدجاج وبعض الخضر وما بقالناش الوقت بزاف، قررت أني ندير هاد الليبات لهليه. درت هنايا حبة بصل وراس ثوم وحبة كبيرة تاع طماطم، ربيتهم وشوية زيت ملح فلفل أسود لفاوي وفلفل أحمر حار وشوية زنجبيل، وقطعت الدجاج تاعي صدر بمربعات صغيرة وحطيت شوية كفتة وزوج ورقات عرنت وقليتهم. نقليهم مليح باه يدخل طياب لصدر الدجاج. هذه الأكلة نديرها ديما كي نحصل وما نلقاش واش نطيب، نديرها ليه ليه وطيب برمشة عين. من باربع دراج هكا تكون طيبة. إذا طولت نص ساعة، هي ما طولش، قطعوا برك الدجاج كاريات صغار باه يطيبوا لكم. ونقعد نقلي حتى نشوف الدجاج تاعي طاب، يعني دخلوا طياب. لان في الحال بارد كي يروح الحال على الطياب ولا تقدرش تروح تقلي بطاطا، ولا انا ولادي بعد ما يحبوش البطاطا مقليه ساعات ونديروها بالعظام وهكاك ياكلوها يعني. بصح في الحال بارد مليحه حاجه سخونه، حاجه تدفيهم. هنا راهي تتقلى، ونلاحظوا بلي الطماطم والبصله زادوا طلقوا الماء. بعد ما تتقلى ونولي الدجاج تاعي بيض، ثم راه هو قاسو الطياب كامل. نزيدو نمرقو، نمرقو على قدر لي بات تاعنا ولا قدر الدجاج. ولا الدجاج ماشي بالضرورة، تقدروا ديروها بالكفتة برك، تقدروا ديروها بأي نوع من كيما تحب. هنا وشي هي تاع ليه ليه سريعه مليح، صدرت الدجاج والكفته يطيبوا ليه ليه. انا حندير هذا النوع تاع الروسو. هنا راهي طابت المانكا تاعنا مليح، طاب الدجاج. نلوح المقرونه هذه، نتوما ديروا اي نوع من المقرونه اللي تحبوها، حنا نحبوا هذه تجيني خفيفه، يا بعدا في العشاء تجي خفيفه. كما راكم تشوفوا المرقة راهي مش بزاف. وراني درت مغرفة كبيرة تاع طماطم وصبارة مع الاول، اذا ما قلتهاش مع كي قلت لي زانغريديون، راهي كاينة مغرفة تاع طماطم وصبارة. ونخليوها تغلي شوية، مش حتاخد وقت كبير. انا المقارنة بتن ما نحطهاش سنة تتشرش، ما نحطها طول نلقاها تشرب مليح المرقة تاع المرقة تاعها، وما الشكل تاعها ما يفسدش، ما يشربش الماء بزاف ويتبدل الشكل. تقعد كيما راهي وتجي بنينه وتجي على الكيف. واللي عنده فرماج يقدر يدير مع الخط، واللي ما عندوش نورمال راهي تجي روعه هكا. هنا راهي طابت ووجدت. هنا راني حطيت
تاع شاية تاع تاع الليل جذبني انا، نتمنى تجربوها وتعجبكم وراح تعجبكم ان شاء الله. حبيت نشارك معكم كيفية تنظيم الأدوات والخزانة تاع ولادي. هذه هي الخزانة تاع أطفالي، هما زوج طفلة وطفل اللي قرار. هنا راهي عندي زوج بيبان هادو الفوقانيين، فيهم زوج إيطاجير من داخل، تبقى الفوقانية حاطة فيها قرطلة، وزوج اللواطة ما فيهم حتى حاجة، مخليتهم اللي ساكودو كيجيبوهم كل واحد يحط في إيطاجير. هادو السجادات تاعهم زوج صغار، وقبل ما ندير هاد القراطل كانت مروية الله لي يشوفوكم فيها. بصح بعد ما درت هاد القراطل نضمولهم حوايجهم وقعدت كل حاجة في بلاصتها. هنا في هاد القرطلة هادي حاطة فيها الحوايج اللي ما يحتاجوهمش كل يوم، يعني ساعة ساعة. كما هنا هذه لاكرافوس نحتاجوها في المشاريع تاعها، يحتاجوها. هنا القصص هادو الصغار، وعندهم القصص هادو الكبار. كاين قاموس، كاين هادو تاع الأحاديث، هذا جزء عامة. هادو كتابات ثاني تاع جزء عامة وتاع الأحاديث تاع بنتي كي كانت تقرا في المسجد. وهادو القصص الكبار كامل جابتهم لهم خالتهم، يقراو فيهم. الحقيقة بنتي قراتهم كامل، وبسبت هاد القصص عاونوها في اللغة، عاونوها في التعبير، عاونوها حتى في القراءة، تقرا مليح، ما تستلعثمش في القراءة كي تقراها، ولا هي مليحة مطالعة كامل مليحة. وهادو القصص هما ملاح، ننصحكم بهم لولادكم لأنهم حي ينميو الذكاء والملاحظة عند الطفل، حي يفهموا. إذا كانت فيها عبرة، وهي أكيد فيهم عبرة ولا حكمة ولا كاينة، من كل قصة نستخرجوا منها حكمة ولا عبرة. المهم نعرفوا واش نشريو لولادنا ولا واش نجيبو لهم. مام القاموس مليح، هي بدانا بنتي تقرا سنة الثالثة، عاونها تحب تعرف دركا كل حاجة واش نقولوها بالفرنسي، الحق تجبد وتشوف وتقرا تهجي. هو عربي انجليزي فرنسي مليح. ابني الصغير حاطه فيه غير هادو النجوم اللي يلصقو في الحيط، ما لصقتهمش، كانوا لاصقين من ناحيتهم لصقه في الزيت تاعهم، حتى نلصقهم ان شاء الله. وهادو القصص القديمه تاعهم صغار، تاع بنتي كي كانت صغيره كنت نجيب لها هادو تاع القصص الخياليه هادو. مام هذا الكتاب تاعي انا كي كنت نقرا في الصيام نشفى عليه. اما هذا الكتاب لقيناه مطايش برا، استعجبناه. انا
يعني حرت فيهم كيف يقدروا يطيشوا كتاب كيما هكا، يعني المحتوى اللي فيه ما يطيش، يتخبى، يتمد، بصح به يطيش حشكم في لابوبال. ما هيش ماهيش خدمة هذي. أنا بلا قصة قديمة هكا ومقطعة نلصقها وما نطيشهاش، نخليها يا وين. فما بالك كتاب فيها حرت الله هادي تقعد هنا الفوق، يحتاجوها خطر خفاك تقعد خزانة من الضنا لابس بيها. هادو يعني الخزائن تاع البلاستيك والله ملاح وينظمو، ما مباهيين من برا، منظر تاعهم باهي وينظمو، والسعر تاعهم يعني ماشي غالي وماشي رخيص، ثاني ما ليهش متوسط. انا القجر الاول قجر تاع بني يقرا في السنه الثانيه، هو ما عندوش لي كاي تاع الدار، عنده غير ولا لي كاي بزاف، عنده لي كاي يحتاجهم كل يوم في الساكوتو تاعو. هنا حطيت له غير الكتابات تاعو تاع تاع الدار، عنده هذا تاع رياضيات خارجي، وعنده تاع الأنشطة يديرهم في الدار. حطيت له في القرطلة هكا نقعدو منظمين، كي كانت بلا قرطلة نلقى الكتابات في نصهم لي سوجي في نصهم الالوان، بصح دركا يحط كل حاجه في بلاصتها، يعرف بلي هذه بلاصه الكتابات تقعد فيها الكتابات. وهادو لي سوجي نظمهم انايا هنا في هاد لي بوشيت هادو، ونظمو لي لي سوجي ولا الحوايج اللي يخدموهم في الرياضيات ولا القراط اللي ينظمو همام يمدو حتى جمالية كيما نقولو الخزاين، الخزانة تاع ملابس ولا تاع ولا لشتة الأحذية ولا تاع تاع الماعن، همام للأدوات راه ملاح. وتقعد كل حاجة في بلاصتها. والقجر التاني البنتي عندها هي اللي كاي بزاف، ها هم اللي كاي تاعها. ومن هنا هذا كراس خارجي تاع الاول بقاو فيه تخربش فيه برك ولا تقرا فيه، وهادو الكتابات تاعها. وهذا بني الصغير يرمي في التقاشر يجيب في القش. هذا القجر الثالث مخصصتو غير لي كارطاب اللي بدلو بها، هادي تاع لي كور تاعها، واللي من تحتها هما عندهم زوج باكي تتوسخ وحده يلقى وحده نظيفه. وهادي تاع لي كور راهي غير تاع بلاك تاع 50 ولا تاع 70 ولا هنا، المهم سما حاجه خفيفه برك لي كور تدي مقلمه. القجر الاخر حطا فيه المقلمات القدم تاعهم ومام الادوات الزايدين. فيها الادوات الزايدين وفيها السكوتش، هذه راهي يحتاجوها. وفي اول عام شريت لهم انا باكي تاع لي ماركر وما يفسدوا، على بها شريت لهم هذا كامل. وهذا هو التنظيم تاع الخزانه تاعهم، تبقى منظمه وتبقى
المفروزة وهاد هاد الباطة هادي حطا فيها انا لي جوي، جبدوها غير من فاكونس لفاكونس، فيها لي جوي لي ما يلعبوش.